المجتمع يجب أن يربي هؤلاء الأفراد. في كل مدينة يجب أن تكون هنالك حوزة علمية، لا بأس أن تكون في العواصم الكبرى الحوزات الأم، ولكن إلى جانب الحوزات الأم في كل مدينة بل في كل قرية، الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف، حتى في كل قرية نحتاج إلى حوزة علمية أو إلى نواة حوزة علمية، لأن هذه الحوزة العلمية هي التي تستطيع أن تقف. الآن في الواقع الأمة الإسلامية تمر في منعطف جدا خطير، وهذا المنعطف الخطير العلمي يقولون الحضارة الأقوى هي الحضارة التي تتمكن أن تجيب على التساؤلات المطروحة. الآن في كل مجال أكو تساؤلات مطروحة، في علم العقائد أكو تساؤلات مطروحة، في علم النفس أكو تساؤلات مطروحة، في علم الاجتماع أكو تساؤلات مطروحة، في علم الاقتصاد أكو تساؤلات مطروحة، مو تساؤلات، شبهات. من الذي يجيب عليها؟ هذا يحتاج إلى مجموعة ضخمة من الفقهاء والعلماء والمفكرين، كل في جانب، لأن تلاميذ الإمام الباقر صلوات الله عليه أيضا كانوا متنوعين، واحد كان بارز في الفقه، واحد كان بارز في الأصول، واحد كان بارز في التفسير، واحد كان بارز في الحديث، كل واحد في بعد من الأبعاد، حتى أن الأمة تتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى أن تواجه هذا التحدي الكبير.